الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى صدق الله العلي العظيم. في ذكرى ميلاد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، ينبغي أن نتحدث عن ماذا؟ ينبغي أن نتحدث عن فضائله، عن مقامه عند الله سبحانه وتعالى، أن نستلهم من فيض كلماته الشريفة، أن نهتدي بسيرته العطرة، لكن أرجح اليوم في هذا اليوم المبارك بالبركات الكبيرة، في هذه الساعة بين الصلاتين، في هذا المكان المبارك، أن يدور ويكون حديثنا في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله. في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله من التهم التي وجهت إليه. وفي هذا اليوم بالتحديد من تهمة واحدة وجهت إليه. التهمة قبيحة جدا، مصدر هذه التهمة من الذي اتهم رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه التهمة؟ اليهود؟ كلا. النصارى؟ كلا. البوذ، عباد البقر، عباد الأصنام؟ كلا. تهمة
قبيحة جدا، وجهها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فئة من علماء يسمون أنفسهم بالمسلمين. والأدهى والأمر من ذلك أنهم ذكروا اتهام النبي صلى الله عليه وآله بهذه التهمة من القرآن الكريم، يعني يقولون مضمون كلامهم المستفاد من كلامهم أن الله عز وجل والعياذ بالله اتهم رسوله بهذه التهمة القبيحة، وهذا أمر وأدهى. يقرؤون القرآن الكريم، يقرؤون هذه الآيات التي بدأنا توجنا نورنا بها الحديث، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. هم يقولون الله عز وجل، هم يقولون هكذا في هذه الآيات المباركة، يريد أن يقول أنه أنت كنت يتيما فآواك، أنت كنت والعياذ بالله، هم يقولون ضالا فهداك، أنت كنت فقيرا فأغناك. استبعد أن نجد أمة على وجه الأرض لها نبي ورسول اتهمت نبيها ورسولها بمقدار ما اتهمت هذه الأمة نبيها. استبعد أن نجد أمة مثل هذه الأمة. اتهامات تكون أحيانا، ولكن بهذه الكثرة وبهذه الشدة قد لا نجد على وجه الأرض أمة تتهم رسولها بهذه التهم. ورسول هذه الأمة من؟ رسول هذه الأمة ليس فقط أعظم من بقية الأنبياء والرسل، ليس فقط أصلا لا قياس بين عظمة أي نبي وأي رسول مع عظمة خاتم الأنبياء، لا، لو جمعنا، وأقول ذلك بأدلة، الآن لا أريد أن أذكر الأدلة، لو جمعنا كل عظمة كل الأنبياء والرسل بالنسبة إلى عظمة رسول الله لا تكون شيئا. ليست عظمة كل نبي مع رسول الله، لا، كل عظمة الأنبياء كم تكون؟ قمة خلق الله الأنبياء بالنسبة إلى عظمة رسول الله لا شيء، مع احترامنا العظيم البالغ البالغ للأنبياء على نبينا وآله وعليهم الصلاة والسلام. رسول الله هذا. إخواني الأنبياء درجات، الرسل درجات، قمة الرسل أولي العزم، ثم تأتي درجات بالنسبة إلى غير أولي العزم. واحد من الأنبياء هذا ليس من أولي العزم، وليس يبدو، لعله يبدو، ليس من الدرجة الثانية من الأنبياء أيضا، مع احترامنا، ليس استنقاصا والعياذ بالله تعالى، الأنبياء أقل الأنبياء شأنا، هو أعظم من كل البشر، ولكن بالنسبة إلى الأنبياء هذا النبي ليس من الدرجة الأولى من أولي العزم، وليس من الدرجة الثانية، لعله في درجات أخرى
وكل درجاتهم عظماء. هو يحيى بن زكريا على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. يحيى بن زكريا ذكرت لكم قبل سنتين ثلاث سنوات لا أتذكر بالتحديد أن في الكتاب المقدس عند النصارى، هذا الذي يسمى بالكتاب المقدس بين قوسين، يحيى عند النصارى لعله الشخصية الثانية بعد عيسى بن مريم. يحيى جدا عظيم عند النصارى، وبالفعل هو عظيم. في الكتاب الذي يسمى بالكتاب المقدس عند النصارى ورد على لسان يحيى بن زكريا أنه قال: أنا لست أهلا أن أفك رباط نعلي الحسين. اسم الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام غير مذكور في هذا الموقع، ولكن ذكرت شواهد وأدلة على أن المقصود من هذا الرجل الذي يتحدث عنه يحيى بن زكريا هو الحسين عليه الصلاة والسلام. ذكرت شواهد وأدلة. هم يقولون عيسى بن مريم، أصلا غير صحيح، أصلا العبارة لا تتناسب مع عيسى بن مريم. عيسى بن مريم كان في زمن يحيى وهو يقول بعدي، وعبارات ثانية. ذكرت الأدلة. يحيى بن زكريا حسب ما ورد في هذا الكتاب، وهو غير بعيد أن يقول يحيى بن زكريا مثل هذه العبارة، وحسب ما ورد في هذا الكتاب الذي يسمى بالكتاب المقدس أن يحيى ما قال هذه الجملة مرة واحدة، كان يكرر ذلك. يحيى حسب هذه العبارة إن صحت وليس بالبعيد، هكذا يعبر عن سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله. يحيى بن زكريا القرآن الكريم يقول: وآتيناه الحكم صبيا. يحيى بن زكريا القرآن لا يقول هو الصبي صار مؤمنا بالله تعالى، هو من بداية حياته مؤمن. القرآن يقول هو صبي آتيناه الحكم، لعل الظاهر من كلمة الحكم النبوة، يعني صار نبيا. يحيى صار نبيا وهو في عمر الصبا، مؤمن مؤمن من بداية حياته، مؤمن من أول لحظة من حياته مؤمن. عيسى بن مريم القرآن الكريم عن لسانه ينقل وهو آنذاك مضت على ولادته سويعات، يقول: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. هو عمره سويعات، هو نبي، ليس مؤمنا بالله فقط، نبي. وأشرف خلق الله، سيد الأنبياء، سيد الرسل، إلى 40 سنة، والعياذ بالله تعالى من هذا الكلام، إلى 40 سنة لا يعرف من هو ربه. الله أكبر، أيتهم هذا؟ والأمر يستدلون بالقرآن، لا، قرآن، القرآن يقول ذلك: ووجدك ضالا فهدى. هذا أعظم الرسل، هذا سيد الرسل، هذا الذي إلى 40 سنة أكثر حياته لا يعرف، والعياذ بالله تعالى، والعياذ بالله تعالى من هذا الكلام، لا يعرف ربه، يعني أهم شيء في الإيمان فاقده، والعياذ بالله تعالى. أول درجات الإيمان معرفة الرب، هذه الدرجة الأولى ما عنده. ممن؟ من علماء كبار يسمون أنفسهم مسلمين. أية مظلومية هذه لرسول الله صلى الله عليه وآله.
أريد أن أستعمل كلمات شديدة، وهم يستحقون تلك الكلمات الشديدة ويستحقون أكثر من ذلك. الذي يتهم رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه التهمة القبيحة، أقبح تهمة لشخص أن يقال له أنت لا تعرف ربك، لا توجد تهمة أشد أقبح من هذه التهمة. توجد تهمة أكبر من هذه التهمة؟ أن الشخص لا يعرف ربه. الذي يتهم رسول الله بأقبح تهمة، أي شيء يقال عنه فهو قليل. يعني السب القبيح بالنسبة إليه لا شيء، اللعن المضاعف بالنسبة إليه لا شيء، لا شيء. سيد خلق الله صلى الله عليه وآله يتهم من قبل هؤلاء بهذه التهم. أنت لا تريد أن تأخذ من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لا تأخذ. أدل القرآن الكريم، هم الذين يفهمون القرآن. النبي صلى الله عليه وآله صرح، ما أقول لوح، صرح بأن هؤلاء لا يفترقون عن القرآن الكريم أهل البيت، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. لا تريد أن تأخذ من أهل البيت كذا، لا تأخذ. لا تريد أن تحكم شيئا خلقه الله سبحانه وتعالى في البشر اسمه العقل، بوضوح يقول رسول الله أشرف من كل الرسل، أشرف من يحيى بن زكريا، الله العالم بمئات بآلاف بملايين الدرجات بمليارات الدرجات لا أعلم. لا يمكن أن يكون هذا أفضل من ذاك على الوضع الذي تذكرونه. لا تريد أن تحكم عقلك، لا بأس، أحسن، والحساب في يوم القيامة. على الأقل فسر القرآن الكريم كما هو، فسر ألفاظ القرآن الكريم كما هي من دون أن تضيف شيئا إليها. هو القرآن ماذا يقول؟ قل هذا الشيء. من أهل البيت لا تأخذ كذا، عقلك لا تحكمه. انظر إلى ألفاظ القرآن، شوي تعلم، قليل من العلم. إلى متى هذا الجهل؟ جهل حتى باللغة العربية، حتى بالألفاظ. القرآن ماذا يقول؟ اقرأ القرآن، فسر القرآن كما هو. القرآن ماذا يقول؟ يقول ألم يجدك يتيما فآوى. فآوى يعني ماذا؟ ضالا يعني ماذا؟ فهدى يعني ماذا؟ عائلا يعني ماذا؟ فأغنى يعني ماذا؟ كلمة كلمة نأتي إلى ألفاظ القرآن بعيدا عن كلمات أهل البيت، وهذا خطأ بعيد عن كلمات أهل البيت. أهل البيت هم المفسرون للقرآن، هم عدل القرآن، ولكن حسب طريقة هؤلاء بعيدا عن كلمات أهل البيت، بعيدا عن العقل، تفسيرا للكلمات. ألم يجدك يتيما، يتيما يعني ماذا؟ هم يقولون يعني فاقد الأبوين.
أذكر ذلك بعنوان محتمل على الأقل. يتيم له معنى غير ذلك أيضا. اليتيم هو الشيء الفريد، هو الشيء الوحيد، هو الشيء العزيز الذي لا نظير له أو قل نظيره، هذا يسمى يتيم. الدرة الكبيرة المميزة تسمى اليتيمة. راجعوا كتب اللغة. أصلا اليتيم الذي فقد أبوه يقال له يتيم لأنه وحيد. اليتيم عن الوحيد، هذا معنى اليتيم. ألم يجدك يتيما، يعني ألم يجدك. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتيم الأبوين، ولكن القرآن لا يقول ذلك. هنا القرآن لا يتحدث عن يتم النبي صلى الله عليه وآله من قبل الأبوين، لا. هنا القرآن يتحدث عن شيء آخر. ألم يجدك يتيما، يعني فريدا. أنت يا رسول الله كنت فريدا. فآوى، يعني ماذا فآوى؟ هم يقولون يعني فآواك. من أين هذه الكاف؟ فسر القرآن كما هو. القرآن لا يقول فآواك، يقول فآوى. يقول فهدى، ما قال فهداك. أنت تقول فهدى يعني فهداك، من أين هذا؟ بأي دليل؟ لا تأخذ من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، اذهب ائت لي بدليل. فهدى يعني فهداك، من قال؟ هذا الكاف من أين جاءت؟ فأغنى، تقولون يعني فأغناك، من أين تقول فأغناك؟ القرآن يقول فأغنى. ألم يجدك يتيما فريدا لا نظير لك فآوى، أي فآوى الناس إليك. أنت المأوى للناس يا رسول الله. إخواني الشخص، هؤلاء لا يريدون أن يقبلوا بكلمات أهل البيت، لا بأس. لا يريدون أن يقبلوا هذا المعنى الذي أنا أقوله، لا بأس. هذا المعنى الذي أقوله محتمل أم لا؟ على الأقل أذكره بعنوان محتمل، على الأقل. أنا المعنى الذي ذكرته معنى مجازي؟ لا، معنى حقيقي. يتيم يطلق على الفريد، فآوى ليس فيه آواك. فممكن على الأقل قل هذا محتمل وهذا محتمل. لماذا تذكر هذا الاحتمال القبيح ولا تذكر ذاك الاحتمال؟ العبارة الثانية، الآية الثانية، ووجدك ضالا فهدى، نفس الشيء. فهدى ليس فيه فهداك. الضال هو الضائع الذي يضيع بين قومه، هذا ضل بين قومه. العالم الذي ضاع بين جهال، هذا ضل. الذي كان ينظر إلى مجتمع مكة آنذاك لا يرى إلا جمع جهلة، عباد الأوثان يدفنون بناتهم. هذا المجتمع المنحط يرى، لا يرى فيهم شخصية هو قمة مخلوقات خلق الله اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. رسول الله صلى الله عليه وآله كان ضالا ضائعا في قومه، شخص ضائع. في سورة القلم على ما ببالي، قصة هؤلاء الذين ورثوا من أبيهم الصالح جنة، يعني بستانا، قضية مفصلة. يقولون القرآن يقول فلما، لعله الآية هكذا، فلما رأوها قالوا إنا لضالون. يعني ضائعون،
ذهبوا إلى بستانهم، قضية مفصلة تعرفونها، فرأوا بستانا في اليوم السابق، البستان بستان عامر. ذهبوا في اليوم الثاني، رأوا بستانا محروقة الأشجار، شيء آخر. قالوا إنا لضالون، لا ضيعنا الطريق. ضال يعني ضائع، الذي ضاع في أمته، العالم الذي ضاع في جهال. مرة عالم يكون بين علماء، هذا ليس ضائعا، ليس ضالا. العالم الذي ضاع بين جهال هذا عالم ضال. ضل يعني ضاع، أنا لا أقول ظل يعني ضاع. اقرأوا كتب اللغة، لا ترجعوا إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لا توزنوا هذه الآية المباركة بميزان العقل، لا بأس، لا أقل، راجعوا كتب اللغة. ضل يعني ضاع. رسول الله، أنت يا رسول الله كنت ضائعا في هؤلاء، ووجدك ضالا فهدى، ليس فهداك، فهدى الناس إليك حتى يستفيد الناس منك، حتى يهتدي الناس بك. ما موجود فهداك، فهدى. كيف تنسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله الضلالة، والقرآن يصرح بأنه لا مجال للضلالة في رسول الله، ليس في آية وآيتين. من جملة الآيات، ما ضل صاحبكم وما غوى، الذي ينحرف ساعة واحدة، لا أقول 40 سنة، الذي لا يعرف ربه ساعة واحدة، لا نتمكن أن نقول ما ضل، ما ضل النافي. لو ساعة واحدة الشخص كان ضالا، لا نتمكن أن نقول ما ضل، نتمكن أن نقول كان ضالا ولكنه اهتدى. ما ضل النافي، النافي يخدشه إثبات موجب جزئية واحدة. اقرأوا كتب الأصول، القرآن يقول رسول الله ما ضل، فإذن الضلالة، فإذن ووجدك ضالا، هذه ليست ضلالة في مجال العقيدة، هذا ضياع في الأمة. ووجدك عائلا، هم يقولون يعني فقيرا، فأغنى يعني، هم يقولون يعني فأغناك أبدا. عائل اسم فاعل من عال يعول، الذي يعول عائلة معينة، الرجل مثلا الذي يعول زوجته وأبنائه، هذا الرجل عائل. أنت يا رسول الله عائل، ووجدك عائلا فأغناك، لا فأغنى الناس بك. إن كان الناس يعولون بعضا من الأشخاص، رسول الله صلى الله عليه وآله عائل لكل الخلق، بيمنه رزق الورى. يا رسول الله، الذي أصبح غنيا هو أصبح غنيا بك، ووجدك عائلا فأغنى الله عز وجل الناس بواسطتك، بفضلك، بسببك، بيمنك يا رسول الله. قلت لا تريد أن تقبل هذا المعنى، على الأقل هذه المعاني التي ذكرتها ليست معاني مجازية حتى تقول تحتاج إلى قرينة، هذه معاني حقيقية للكلمات. يعني لو أن الله سبحانه وتعالى وهو كذلك أراد هذه المعاني، كان يحتاج أن يأتي بقرينة؟ لا، معاني حقيقية. على الأقل تذكر ذلك المعنى الشيطاني، ذلك المعنى الذي أملاه عليك الشياطين الجن والإنس، أعداء رسول الله أملوك ذلك المعنى. على الأقل هذا المعنى بعنوان احتمال أذكره، لا،
رسولهم، لا أعلم ماذا أقول، رسولهم 40 سنة منحرف العياذ بالله. المشكلة أنهم لا يقولون كان هناك شخص هكذا، لا، ينسبون ذلك إلى أشرف خلق الله. أما الأساس، الطريقة الصحيحة، طريقة الأخذ من عدل القرآن الكريم. أصلا المشكلة، مشكلة هؤلاء الابتعاد عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الابتعاد عن أهل البيت يأتي بالأمم، يأتي لهم بهذه الهدية، هدية الانحراف، هدية سب النبي، هدية اتهام النبي صلى الله عليه وآله، نسبة أي قبيح إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، من أن الرجل لا يهجر وإلى غيرها. الصحيح الرجوع إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أهل البيت عدل القرآن بنص كلام النبي صلى الله عليه وآله، أهل البيت أدرى بما في البيت، القرآن نزل في بيوتهم. أقرأ لكم، أختم حديثي بهذه الروايات الشريفة، بعض الروايات الشريفة عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في هذه الآيات. المشكلة تعلمون إخواني ما هي؟ المشكلة أن هؤلاء يرضون أن يأخذوا روايات مرسلة ليست مسندة، مرسلة ليست عن معصومين، ليست عن أئمتهم الذين هم يعتقدون بهم، لا، عن علماء. العالم الفلاني يقال أنه قال شيء الفلاني، خلاص يأخذون به، ولكن شيء مسند عن أهل البيت لا يرضون أن يقبلوه، أصلا لا يرضون أن يذكروه في كتبهم. ذاك كلام مرسل منقول عن شخص عالم من علمائكم، عالم فقط تتشبثون به، وهذا شيء مسند منقول عن معصوم. يا أخي لا تريد أن تقبل هذا الإنسان معصوما، لا تريد أن تعترف بعصمة الأئمة عليهم الصلاة والسلام، لا تعترف، اعتبرهم علماء، على الأقل أذكر رأيهم بعنوان رأي، حتى لو فندت هذا الرأي. أبدا، حقيقة ليس لي تفسير لهذا التصرف. لماذا هذا العداء؟ أنت تعادي الشيعة، عاد الشيعة وفي يوم القيامة الحساب. لماذا تعادي أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ هؤلاء قمة المسلمين. عن زرارة عن أحدهما، يعني الإمامين الباقر أو الصادق عليهم الصلاة والسلام، في قول الله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، قال عليه السلام: فآوى إليك الناس. ووجدك ضالا فهدى، أي الإمام يقول صلوات الله عليه، أي هدى إليك قوما لا يعرفونك حتى عرفوك. كنت ضالا لأنهم ما كانوا يعرفون أي در بينهم، فأنت كنت ضالا يعني ضائعا بينهم لا يعرفونك. أي هدى إليك قوما لا يعرفونك حتى عرفوك. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ووجدك عائلا فأغنى، أي وجدك تعول أقواما فأغناهم بعلمك. هذا بعد آخر من إغناء الله سبحانه وتعالى الناس برسول الله، إغناء مادي، إغناء روحاني، إذا إغناء نفسي، هذا الذي يذكره الإمام إغناء علمي. جهل كان البشر يعيش فيه، أي جهل، الله عز وجل أغناهم بعلمك يا رسول الله، أنت فتحت عليهم أبواب العلم.
ثم قال، يعني الإمام ظاهرا مرة ثانية نفس الآيات، ألم يجدك يتيما فآوى، قال ظاهر كلمة قال يعني الإمام، قال اليتيم الذي لا مثل له، ولذلك سميت الدرة اليتيمة، الدرة سميت اليتيمة لأنه لا مثل لها، ووجدك عائلا فأغنى بالوحي، فلا تسأل عن شيء أحدا، هذا بعد آخر، ووجدك ضالا فهدى، هنا تقديم وتأخير حسب هذه العبارة، ووجدك ضالا فهدى، قال وجدك في قوم لا يعرفون فضل نبوتك فهداهم الله بك. هذا في تفسير القمي. في عيون أخبار الرضا عليه الصلاة والسلام محاورة بين الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه مع المأمون العباسي بالنسبة للأنبياء، بالنسبة لخصوص أسمة الأنبياء، محادثة مفصلة في مقطع منها. وقد قال الإمام، يقول الإمام أبو الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه، يقول وقد قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى، يقول ألم يجدك وحيدا فآوى إليك الناس، ووجدك ضالا، يعني عند قومك، أنت كنت عند قومك ضالا ضائعا، فهدى، أي هداهم إلى معرفتك، ما كانوا يعرفونك، كنت ضائعا بينهم، هداهم إلى معرفتك، ووجدك عائلا فأغنى، يقول الإمام، يقول هكذا، يقول يعني يقول الله أغناك بأن جعل دعاءك مستجابا، الذي عنده دعوة مستجابة أغنى أغنياء الخلق، أي شيء يريد يدعو ودعاؤه مستجاب. رسول الله كان أغنى الخلق أم لا؟ هذا بعد آخر، وروايات أخرى. لا بأس نتنزل، لا تريد أن تأخذ من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، خذ من ابن عباس، هذا الذي تعتبرونه أكبر مفسر. طبعا ابن عباس بالنسبة إلى أهل البيت صفر، لا شيء، كان حبر الأمة أو لم يكن، لا فرق، بالنسبة إلى أهل البيت صفر، كلامه موافق لأهل البيت مقبول، مخالف لأهل البيت غير مقبول. لا أريد أن أقول كلام ابن عباس صحيح، لا، على الأقل تنزلا أنت انظر ابن عباس ماذا قال. ابن عباس مفسر كبير، وأكثر ما تنقلونه عن ابن عباس روايات مرسلة، يعني ما ثبت أن ابن عباس قال، ولكن تتشبثون به، هذا يعتبره كلام ابن عباس. طبعا هذا الكلام من ابن عباس لا نريد أن نقبله، أقول تنزلا نقول في مقطع منه يوافق كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فهو صحيح، في مقطع آخر يختلف شيئا ما. عن ابن عباس في علل الشرائع، قال سئل ابن عباس عن قول الله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى، قال إنما سمي، هذا المقطع موافق لكلمات أهل البيت، إنما سمي يتيما لأنه لم يكن له نظير على وجه الأرض من الأولين والآخرين. فقال الله عز وجل ممتنا عليه نعمة، ماذا قال؟ ألم يجدك يتيما أي وحيدا لا نظير لك، فآوى إليك الناس وعرفهم فضلك حتى عرفوك. اللهم صل على محمد وعلى محمد. في المقطع الثاني والثالث لا يختلف شيئا ما، ولكن على الأقل لا يقول مثل مقولتكم هذه التهمة، هذه الفرية القبيحة. يقول ووجدك ضالا، يعني منسوبا عند قومك إلى الضلالة، فهداهم بمعرفتك، على الأقل هذا شيء غير صحيح، ضالا ليس هذا حسب كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ضالا يعني ضائعا بين قومك، هو يقول ضالا يعني هم كانوا يتهمونك بالضلالة،
على الأقل قل هذا الشيء. ووجدك ضالا يقول منسوبا عند قومك إلى الضلالة فهداهم بمعرفتك، ووجدك عائلا يقول، عائلا هم يفسرونه بالفقير، هو أيضا يقول يعني هم كانوا يقولون إنك فقير، ووجدك عائلا يقول فقيرا عند قومك يقولون لا مال لك فأغناك الله بمال خديجة ثم زادك من فضله فجعل دعاءك مستجابا حتى لو دعوت على حجر أن يجعله الله لك ذهبا لنقل عينه، أو يمكن لنقل عينه إلى مرادك. كفى. الماضون كانوا جهلة اتهموا رسول الله، كفى خلاص. بس الماضون اتهموا رسول الله صلى الله عليه وآله سيد الأولين والآخرين بتهم، كتبوا في كتبهم، سودوا وجوه المسلمين. نحن نفتخر بأننا مسلمون لأننا ننتسب بهذه الكلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن لولا رسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام كان في المسلمين شيء، أشياء كان ينبغي للمسلم أن ينكس رأسه أصلا، من جملتها هذه الأمور. بس بعد على الأقل لا تكرروا هذه الكلمات، على الأقل احتملوا أن تكون هذه الكلمات إهانة لرسول الله، على الأقل. وأي تهمة، أي شيء أقبح من هذه الكلمات. أنا حقا لا أجد كلمة تقال بالنسبة إلى شخص أقبح من هذه الكلمة. يعني لو جمعنا كل الشتائم، كل السباب، الكلمات القبيحة لو جمعناها أردنا أن نقول عن شخص تلك الكلمات القبيحة أهون من أن نقول إنه لا يعرف ربه. أنا تصوري هكذا، كل الكلمات القبيحة أقل من هذه الكلمة. أبارك لكم للمؤمنين والمؤمنات جميعا، خاصة إلى الأئمة المعصومين الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، الذكرى العطرة العظيمة العظيمة الكبيرة الكبيرة بميلاد سيد الأولين والآخرين أشرف الأنبياء والمرسلين ويكفيه أنه والد الطاهرة والطاهرين. فيه عظمة ما يقوله القرآن الكريم وما هو على الغيب بضنين. البعض يقول هذا جبرائيل، أبدا، هذا رسول الله، الآية عن رسول الله. وهكذا ذكرى ميلاد حفيده الإمام الهمام العظيم الكريم أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليهما. أبارك لكم هذا اليوم العطر المبارك العظيم، وأسأل الله سبحانه وتعالى
بحق رسول الله بمكانة رسول الله عنده وهو حبيب الله وبمظلومية رسول الله في يوم مولده. نسأل الله بمظلومية رسول الله أن ينهي هذه المظلومية بتعجيل فرج مولانا وسيدنا المهدي من آل محمد. وأن لا يفرق بيننا وبين رسول الله وأهل بيته طرفة عين أبدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.